بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية سيتاسيون سيلابر، أقوال مأثورة أو مشهورة كما عندنا هنا. نبدأ بأول قولة: كو شاكا بالي دوفون سا بورت إي لي رو سورون نت. كو شاكا بالي سي لو فيغ بالايي، سيتادير نيتوي افيك ان بالي، سيتادير نيتوي افيك ان بالي، المقصود أنك تنظف بمكنسة. بالايي المقصود به كنسة. إذن كو شاكا بالي دوفون سا بورت إي لي رو سورون نت. كو شاكا بأن كل شخص، المقصود على كل شخص. هنا عندنا كو شاكا بأن كل شخص بالي. بالي يعني أنه يكنس دوفون سا بورت، يعني أمام بابه. إي لي رو سورون نت، والطرقات سورون، هذا لو فيرب إتر. إذا نتكلم عن الطرقات، مجموعة الطرقات ال سوغون. طبعا عندنا الفيرب اتر في الفيتور سامبل، يعني في المستقبل البسيط. الي ري سوغونات، والطرقات ستكون نظيفة نت. طبعا في المؤنث نقول نت، ولكن في المذكر نقول ني. المقصود نظيف أو واضح أو جلي أو لا شك فيه. إذن هاد كلمات نت أو ني بالنسبة للمذكر أنها تعني كل هاد الأمور. طبعا كان ممكن أننا نكون أكثر تخصيصا إذا قلنا إلي غي سوغون بروبر، والطرقات ستكون نظيفة، لكن القائل هنا اختار كلمة نت لكي تدل في نفس الوقت على النظافة، ثم على الوضوح، ثم على اليقين إلى آخره. إذن طبعا مادام أن المثل هنا فقط هو رمزي، إذن فالمقصود بهذا الكلام هو أن على كل شخص أن يقوم بمسؤولياته، وستمضي الحياة بشكل واضح وبشكل جلي وبشكل لا مشاكل فيه. إذن كو شاكا بالي دوفون سا بورت إي لي رو سورون نت، بأن كل شخص، هنا عندنا شاكا يعني كل واحد، طبعا في المؤنث نقول شاكون. كو شاكا بالي بأن كل واحد، بأن كل شخص بالي يكنس، كما لو نقول هنا بأن على كل شخص أن يكنس أمام بابه، وعندها ستكون طرقة نظيفة بدون أن نتبادل التهم. أنت لم تكنس أمام بابك، والآخر يقول الآخر أنت الذي لم تكنس أمام بابك، والآخر يتهم الآخر، والآخر يتهم الآخر، وبالتالي ستمضي. بدل أن كل شخص يبادر بالكنس أمام بابه ثم أخذ مسؤوليته، فيكون لنا مجتمع نظيف، ثم تمضي الحياة سعيدة. بدل هذا تبقى الاتهامات متبادلة، وبالتالي تستمر الفوضى. طبعا هذا فقط مثال حسي، أما المثل المعنوي فهو أن كل شخص عليه أن يقوم بمسؤولياته، وستمضي الأمور بشكل عادي وسلس. إذن فكثرة المشاكل وكثرة الآفات وكثرة النكبات تأتي من هذه النقطة. إذن كو شاكا بالي دوفون سا بورت إي لي رو سورون نت. ثم في المثل الموالي: إن فو با فوندر لا بو دو لورس avant de l'avoir tué. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. لا يجب، il ne faut pas. عندنا لو فيرب فالوار توجب، il ne faut pas، لا يتوجب. vendre la peau، بيع جلد. جلد ماذا؟ la peau de l'ours، جلد الدب. avant de l'avoir tué، قبل أن يكون لك قتله. إذن أنت تبيع جلد الدب وهو لا زال على الدب الذي لم تستطع قتله، ثم أن يكون لك جلده. طبعا هذا يشبه مثال عندنا في المغرب يقول: تبيع الحوت في البحر، ما خاصكش تبيع الحوت في البحر، ما خاصكش تبيع الحوت اللي مازال أنت ما تمكنتيش منه، هو مازال في البحر. إذن il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. إذن لا يجب بيع جلد الدب قبل أن يكون لك قتله، حتى تتمكن من أن يكون لك هذا الجلد، حتى تستطيع بيعه.
أنت تبيع الوهم في الحقيقة. طبعا نحن هنا نتكلم عن أمثلة حسية، لكن بالمقابل فهي أمثلة لها واقعها من معنى الحياة. نتكلم أحيانا عن أشخاص يبيعون لك الوهم، يبيعون لك وعودا ليست في مستطاعهم. إذن il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. ثم في المثل الموالي les bons comptes font les bons amis. Les bons comptes font les bons amis. طبعا كلمة كونت تجي من فعل كونتي، ومن كلمة لا كونتابيليتي يعني المحاسبة. إذا كونتي يعني أنك تعد وتحسب. إذا les bons comptes يعني كما نتكلم عن الحسابات الجيدة. فون هذا لو فير فير. إذا نتكلم عن هد لي بون كونت فون. إذا نتكلم عن إيل فون هم يفعلون أو إيل فون هن يفعلن. إذا لي بون كونت فون لي بون زامي. إذا هد الحسابات الجيدة تفعل وتجعل. تجعل ماذا؟ لي بون زامي. تفعل وتجعل الأصدقاء الجيدين. إذا الحسابات الجيدة تعمل لك وتوفر لك أصدقاء جيدون. إذا طبعا إذا كنت إنسان تضبط حساباتك مع أصدقائك فأكيد سيكون لك أصدقاء جيدون. لماذا؟ لأنهم سيرمون عدلك وجدك في المعاملات. إذا لي بون كونت فون لي بون زامي. طبعا أحيانا نجد بعض الأشخاص مجرد أن يكون لهم أصدقاء طبعا يأخذون منهم أشياء مثلا فلا يعيدون لهم كونهم أصدقاءهم، في حين أن على الإنسان أن يعيد ما أخذه، فما لك هو لك وما للآخر هو للآخر حتى ولو كان هذا صديقك. إذا لي بون كونت فون لي بون زامي. الحسابات الجيدة تجعل لك أصدقاء جيدين. ثم في المثل الموالي كي فول أن نوف فول أن بوف. الذي يسرق بيضة يسرق تور. كي فول ان نوف فول ان بوف. لماذا بيضة وتور؟ طبعا لان الكلمتان كما نلاحظ تقريبا لهما نفس النهاية. ايضا البيضة كما نعرف بان شيء صغير والتور شيء اكبر. اذا نتكلم هنا بطبيعة الحال نتكلم هنا عن الفعل في الحقيقة وليس عن الشيء الذي سيسرق. نتكلم هنا عن العادة. الذي يعتاد سرقة بيضة فمن السهل عليه أن يسرق تورا. المقصود هنا الذي يعتاد، الذي من خلقه وعادته سرقة بيضة، فمن خلقه ومن عادته أيضا وسيتعود أكيد على سرقة التور أو ما يشبهه. إذن باختصار فنحن نتكلم عن عادة شخص الذي يسرق شيئا صغيرا، فأكيد أنه سيكون من عادته ومن خلقه أن يسرق شيئا كبير. الذي لا يمنعه ضميره من سرقة شيء صغير فأكيد أن ضميره لن يمنعه من سرقة شيء أكبر. إذن هذا هو المقصود بهد القولة. هنا المقصود العادة والخلق وليس الشيء. فالذي من عادته السرقة ومن خلقه السرقة فهو لن يفرق بين الصغير والكبير. فإن سرق شيئا صغيرا فأكيد سيسرق شيئا كبير. كي فولان نوف فولان بوف. الذي يسرق شيئا صغيرا فأكيد سيتدرب على سرقة ما هو أكبر. لذلك على التلاميذ مثلا تجنب الغش في الامتحانات. لذلك وجب زرع عدم الغش في أنفس الأطفال في الصغر، لأن يعتمد الطفل على نفسه خير من أن يغش ويأتي بمعدلات شيئا ما مرتفعة. فالطفل الذي يعتمد على نفسه ويأتي بمعدلات ولو متواضعة خير بألف درجة من طفل يعتمد على الغش ويأتي بمعدلات شيئا ما مرتفعة. لماذا؟ لأن الطفل الأول ستبنى شخصيته على أسس صلبة. الطفل الأول سيكون له ضمير ألف عدم الغش وألف الاستقامة، أكيد أن حياته ستمضي سوية.
في حين أن الطفل الثاني الذي تعلم الغش فأكيد أن حياته ستكبر بهذا الشكل. كي فول أنف فول أنبث. ثم في المثل الموالي تولاس توكاس توباس. تولاس توكاس توباس. طبعا تولاس هذه تجي من فعل لاسي. تولاس عندنا لو فيرب لاسي. لاسي المقصود بها تعب. إذن تولاس يعني الكل يتعب. توكاس عندنا لو فيرب كاسي تكسر كسر كسر أو هشام أو ألغى. إذن نتكلم عن لو فيرب كاسي. إذن المقصود هنا توكاس يعني الكل يتكسر. طبعا هي تأتي كما نقول الكل يكسر، ولكن هنا طبعا الحل المقصود حتى تأتي في نفس القافية توكاس الكل يتكسر، توباس الكل يمضي الكل يمر، المقصود كل الذي نرى، الكل يتعب الكل سيتكسر الكل سيمضي. إذن كل الذي نرى من كائنات حية ومن جماد إلى آخره، إذن الكل سيمضي الكل سيتكسر الكل سيتعب. تولاس توكاس توباس. ثم لا ليبرتي دي زان ساغيت او كومونس سيل دي زوتر. لا ليبرتي دي زان، لا ليبرتي دي زان يعني حرية البعض، ساغيت يعني انها تتوقف. عندنا لو فيرب ساغيتي وليس اغيتي. اغيتي يعني اوقف شخص يوقف شخص اخر، او شخص يوقف شيئا اخر، او شيئا يوقف شيئا اخر. هذا لو فيرب اغيتي. هنا عندنا ساغيتي يعني ان الشخص يوقف نفسه، او الحريه توقف نفسها. اذا لا ليبرتي دي زان ساغيت. اذا حريه البعض نتكلم هنا عن الحريه هي التي تتوقف. او كومونس حيث تبدا. طبعا عندنا لو فيرب كومونسي يعني بدا. او كومونس حيث تبدا سيل دي زوتر التي للآخرين. إذن حرية البعض تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين. إذن لا ليبرتي دي زان ساغيت، حرية البعض تتوقف. أو كومونس سيل دي زوتر حيث تبدأ التي للآخرين. إذن طبعا ليس من حق كل شخص أنه يقوم بأفعال وأقوال تمس بحرية الآخرين. إذن طبعا لك حرية ما تقول وحرية ما تفعل، ولكن بشرط بألا تمس من حولك، بألا تمس حرية الآخرين، بألا تضيق على حرية الآخرين. إذن لا ليبرتي دي زان ساغيت أو كومونس سيل دي زوتر. طبعا موضوع الحرية هو موضوع من الموضوعات الشائكة، يثير الكثير من الجدالات. طبعا الكل يتفق على ان لا ليبرتي دي زان ساغيت او كومونسيل دي زوتر، ولكن ما هي الاليه التي ستضبط هذا الذي نقول؟ طبعا حتى في المجتمعات المتقدمه نجد بان هذه الحريه التي ترفع بها الشعارات نجد الى حد ما انها مضايق عليها، اما في مجتمعات العالم الثالث فحدث ولا حرج. طبعا سيبقى هذا الشعار يرفع بقوة ودون جدوى ربما إلى حد ما، ما دامت أنانية الإنسان مستمرة، أنانية الإنسان في التحكم في الآخر وفي الهيمنة على الآخر. إذن ما دامت هذه الغريزة مستمرة، حب التملك وحب الهيمنة، لا أدري هل ممكن أن نسميها غريزة أم لا. إذن ما دام حب التملك وحب الهيمنة على الآخر مستمرا، سيبقى هذا الشعار يرفع ودون جدوى. على كل حال حرية البعض تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.